نعود للحديث عن كوبا أمريكا، حيث يلتحق بنا من كندا الإعلام الرياضي رائد جرجس. رائد أهلا بك، يعني نورتنا من جديد، يعني من زمان ما طلعت علينا. شكرا. من كندا، كندا تشارك هذه المرة بهذه البطولة، ما الذي اختلف؟ ما هذه الخلطة العجيبة لهذه البطولة؟ إنه التطور الطبيعي، يعني يجب على الكوبا أمريكا أن تتطور وتفتح لأسواق أخرى، وأرى صراحة طبيعيا الامتداد نحو أمريكا الشمالية، ومنطقيا هذه البطولة أصبحت بطولة أمريكا مع وجود الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، يعني إنها بطولة القارة الأمريكية ولا يجب أن نقول أمريكا اللاتينية فقط. طيب، يعني كيف يرى الكنديون منتخب بلادهم، يعني رغم الخسارة أمام الأرجنتين، وكان هذا طبعا متوقع، يعني هل هناك يعني دعم أو هناك متابعة لمنتخب كندا بهذه البطولة؟ تعرفين جيدا أنسة ليليان أنه النجوم هم الذين يصنعون الفارق في المتابعة الإعلامية والاهتمام الجماهيري، يعني مع توهج نجم ألفونسو ديفيس من 5 أو 6 سنوات حتى الآن تتابعت وتصاعدت الوتيرة في كندا للاهتمام بكرة القدم، ولكن المفارقة أن كرة القدم عند السيدات الفريق النسائي لكندا هو أقوى ونتائجه أفضل من فريق الرجال، وكذلك الأمر عند أمريكا، يعني الولايات المتحدة الأمريكية، تعرفين السيدات فازوا بكأس العالم عدة مرات والرجال لم يفوزوا بأي بطولة، وهذا شأن المنتخب الآن في الكوبا أمريكا، المنتخبين الشماليين يعني أمريكا وكندا. أظن أن الأنظار أكيد ستتطور وتزيد من شعبية هذه الرياضة في أمريكا الشمالية، وشتان بين المستوى الجنوبي والشمالي، يعني بعدنا هنا متواضعين جدا بالنسبة إلى البرازيل والأرجنتين والأورغواي. صحيح، يعني غير القيمة الفنية وقيمة طبعا الإعلامية، وهذا تأتي القيمة لنقل المادية للاعبين أو للمنتخبات أيضا. هناك فارق كبير بين أمريكا الجنوبية، لنقل الأرجنتين، الباراغواي، وأيضا كما ذكرت أنت بأمريكا الشمالية، يعني هذا الفارق يظهر على أرض الملعب بشكل واضح عندما تتواجه المنتخبات. طبعا أصبتي، وهذا الفارق هو الذي أحرز المباراة البارحة بين الأرجنتين وكندا. إذا رأيت من صنع الفارق، هم ألفاريز وميسي ودي ماريا ومارتينيز الذي سجل في آخر ربع ساعة، يعني هذه هي النوعية التي تتكلمين عنها، تأتي مع الخبرة، مع العراقة، مع التاريخ، يعني ممارسة كرة القدم بأمريكا الجنوبية لا تقارن مع أمريكا الشمالية، وهذه القيمة للاعبين، هم اللاعبون الذين يستطيعون أن يفرضوا نفسهم، ولو ضيع ميسي عدة فرص ولو ضيع دي ماريا عدة فرص يستطيعون أن يصنعوا الفارق بهجمة واحدة. وللحق يعني نقول أن كندا أدت أداء جيدا في الشوط الأول وشكلت خطورة في بعض المرات، ولكن لم تستطع، وخاصة المهاجمين، يعني عندنا مهاجمين اللي هن ديفيد ولارن المتألقين في الدوريات المحلية، لم يتمكنا من إحراز هذا الهدف وإنهاء الهجمات، لذا تصبح النتيجة مفهومة مثل ما تفضلت أمام فريق بطل العالم مثل الأرجنتين، لم يهزم في 14 مباراة، آخر 14 مباراة هزم مرة واحدة. طيب، منتخب الأرجنتين منذ كأس العالم إلى الآن، رأيت بهذه المباراة، هل تراه قادر على الحفاظ على اللقب يعني بهذه البطولة؟ هل ما زال هذا الوهج والتوهج للاعبيه كما كان بكأس العالم؟ المهم ما يفعله يعني المدرب سكالوني، إذا نظرنا إلى التشكيلة، أولا أي فريق موجود فيه ميسي وصحبه مثل ما نقول هو فريق كبير جدا، وهو بطل العالم بالنهاية، يعني بطل العالم منذ سنة وليس منذ سنوات، ولكن الخسارة أمام السعودية في الدور الأول إذا تذكرين، نعم أكيد، يعني تقول لنا أن لا كبير في كرة القدم، وكندا في الشوط الأول ذكرتنا نوعا ما أنه من الممكن الفوز على هذا الفريق، ولكن الفارق حصل في الجزء الأخير من المباراة. هنا لأعود إلى سؤالك الأساسي، نعم يقوم سكالوني بطريقة ذكية جدا، إذا لاحظت التشكيلة هنالك 21 لاعب أبطال عالم من الذين فازوا بكأس العالم،
ويخرط معهم الانخراط التام الذي لاحظته مثل فرنانديز 23 سنه، ماك أليستر 25 سنه، الفاريز 24 سنه، يعني الجيل الجديد يندمج مع الجيل القديم، وهي الطريقه المثلى للبطولات. شكرا لك من كندا الإعلام الرياضي رائد جرجس، طبعا ستكون لنا لك إطلالة دائمة، أو يعني نحاول الاستفادة من وجودك معنا. شكرا.